السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم على الميكانيكال ميجرمنت. الميكانيكال ميجرمنت بتتكون من قياس الحاجات اللي ليها علاقة بالميكانيكال سيستمز والميكانيكال فاريبلز، زي ايه؟ زي البراشر، زي الفورس وكل مشتقاتهم، يعني كل انواع البراشر، كل انواع الفورس. المفتاح الرئيسي لقياس الفورس والبراشر هيبقى الديسبلاسمنت، لان هو كمان واحد من الفاريبلز اللي احنا هنستخدمها في قياس الميكانيكال ميجرمنت. وكل مشتقات الديسبلاسمنت زي الفيلوسيتي، زي الاكسلريشن. طبعا احنا عارفين ان البراشر له علاقة مع الفورس عن طريق الاريا، والفورس له علاقة مع الديسبلاسمنت عن طريق الاكسلريشن او عن طريق التغيرات اللي بتحصل في كومبوننت زي السبرينج. الفورسز المختلفة اللي احنا ممكن نقيسها ممكن تبقى ناتجة من تغيرات في سترين جيج، زي ما هنشوف كمان شوية، ممكن تبقى ناتجة من تغيرات في اكسلريشن، ممكن تبقى ناتجة من تغيرات في سبرينج كونستنت، اوكي؟ ممكن تبقى عبارة عن قياس بريشر عن طريق فاريشنز بيحصل في الفورس. كل انواع القياس دي احنا بنقيس بطريقة indirect. يعني ايه بطريقة indirect؟ يعني احنا ما بنقيس الفورس مباشرة، احنا بنقيسها عن طريق quantity تانية زي ال displacement، زي ال acceleration and so on. طيب لو بصينا كده على أبسط مثال ممكن نقيس بيه تغير في الفورس بتاعتنا أو ال displacement كإكزامبل، يعني ممكن نقيس تغير ال displacement عن طريق تغير في ال resistance. إكزامبل بسيط قوي كلنا بنستخدمه وكلنا عارفينه، اللي هو البوتنشيومتر. البوتنشيومتر ده نوع من الترانسديوسر، ممكن ما نتخيلش إن هو ترانسديوسر، لأنه ببساطة ممكن يحول لك التغيرات اللي ليها علاقة بال displacement عندك، أوكي؟ زي إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده قصاد السكرين قدامكم، ببساطة كده التغيرات اللي بتحصل في ال displacement اللي هي بالنسبة لي x هنا أو x i، أوكي؟ هتبقى مرتبطة بتغير في ال resistance، وكمان التغير ده ممكن يبقى مرتبط بأنجل، والأنجل دي ممكن تبقى variable زي ال helical type. يبقى البوتنشيومتر ده اكزامبل بسيط جدا لتغير في displacement نقدر نترجمه لتغير في resistance. السترين ميجرمنت تعتبر من البيزكس والحاجات المهمة جدا في قياس الكوانتيتيز في الميكانيكال ميجرمنت. طيب محتاجين نفهم الأول يعني ايه سترين، اوكي؟ السترين اللي قاعد كده وعلى الفوتيه ومبسوط ده، اوكي؟ محتاجين نعرف يعني ايه سترين، اوكي؟ ومنها نفهم ازاي ممكن نقيس الفورس او البريشر عن طريق التغير في السترين. خلونا نبتدي مع بعض نفهم يعني ايه سترين. طيب لو خدنا اكزامبل كده ان احنا مسكنا بار، اوكي؟ البار ده له طول محدد length L وله diameter محدد دي، اوكي؟ وبدأنا نغير او نأثر عليه بفورس او نأثر عليه ببريشر. زي ايه؟ زي ان احنا نعمل له تنشن، يعني نعمل له استطالة، او نعمل له كومبريشن. ببساطة كده اللي هيحصل هو عبارة عن ايه؟ تغير في حاجة اسمها الاسترس اللي احنا بنعملها، اللي هو تغير في التنشن او في الكومبريشن اللي احنا بنعمله. هينتج عنه ايه بقى لو انا بدأت اشد كده فورس معينة، اوكي؟ او اعمل تنشن او كومبريشن معين، هيبتدي يحصل elongation او استطالة في البار بتاعي ده، يعني هيزيد اللينث بتاعه لدلتا ال. كلام جميل. السترين بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ هو function او fraction من التغير اللي بيحصل في اللينث. يعني انا بقارن ما بين التغير اللي حصل اللي هو دلتا ال مع ال ال. طيب ايه علاقة بقى التغير دلتا ال مع ال ال اللي هو السترين بالستراس او بالتنشن اللي انا عملته؟ جه عالم اسمه هوك، اوكي؟ قال لك ان التغيرات اللي بتحصل في الماتيريال بتنقسم لريجون.
حاجة اسمها elastic region وحاجة اسمها plastic region. في الإلاستيك ريجون لاحظنا كده زي ما حضراتكم شايفين في الكيرف إن التغير اللي بيحصل في السترين بيواجهه لينير تشينج في الستراس عن طريق السلوب بتاع اللينير كيرف بتاعي. أوكي؟ وربط العلاقتين دول ببعض أو ربط التو فاريبلز دول ببعض اللي هو السترين والستراس عن طريق حاجة سميناها يانجز مودولوس أو معامل يانج. اوكي طيب ده في الالاستيك ريجن يعني كل ما انا هغير السترين بتاعي كل ما الاسترس هيتغير بشكل لينير زي ما حضراتكم شايفين. هاجي اوصل بقى لمرحله تانية اوكي اللي هي البلاستيك ريجن. هنا بقى التغير في الاسترس مش هيواجهه تغير لينير في السترين بل بالعكس احنا ممكن نلاقي تغيرات مختلفه ممكن تبقى زياده الاسترس ما بتأديش لي زيادة في الاسترين أوكي؟ أو الزيادة اللي بتحصل في الاسترين مش مقابل زيادة الاسترس يعني non linear relation زي ما حضراتكم شايفينها لغاية ما أوصل للبريكنج بوينت أوكي؟ اللي ساعتها ما فيش أي relation هتربط ما بين الاسترس والاسترين أوكي؟ طيب التغير اللي احنا شفناه هو تغير في الأكسيال دايركشن اوكي الالونجيشن اللي حصل ده تغير في الاكسيال دايمنشن لكن لو انت تخيلت ماتيريال شدتها اوكي والطول بتاعها زاد ده مش هيقول لنا ان مفيش تغير في الدايمتر لا بالعكس هيحصل تغير في الدايمتر ده بنسميه ترانسفيرس سترين اوكي علشان كده بنربط الترانسفيرس سترين بدلتا دي اوفر دي. طيب هل في علاقه ما بين التغير في الترانسفيرس اكسس والاكسيال اكسس او الاكسيال دايركشن؟ الحقيقه ان في علاقه ما بينهم اوكي العلاقه دي ارتبطت بريشيو مشهوره جدا اسمها بواسو ريشيو اوكي هيبقى التغير او السترين اللي هيحصل في الترانسفيرس اللي هو التغير في الديامتر هيبقى بيساوي عن طريق بواسو ريشيو التغير اللي بيحصل في الاكسيال دايركشن او اللينث. بس حد هيقول لي ببساطة كده هو ما بيساويهوش غير quantity لكن كفاليو أو كدايركشن هو مختلف أنا طبعا لو زودت الطول الديامتر هيقل بالمنطق فبالتالي هنلاقي إن هنا في نيجاتيف ساين عشان تقول لي إن العلاقة ما بينهم هي علاقة عكسية أوكي طبعا الفاليوز دي في الميتالز هيبقى ليها قيم في الإلاستيك ريجون ولها قيم في البلاستيك ريجون هتختلف باختلاف الماتيريالز اللي احنا بنتعامل معاها. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنقيس التغير اللي بيحصل في التنشن او الفورس اللي احنا عملناها عن طريق تغير في الاسترين. هنسأل بقى السؤال المنطقي احنا هنقدر نقيس التغير بتاع الاسترين ده ازاي؟ اوكي او تغير اللينث ده ازاي؟ اوكي نرجع للاكزامبل البسيط الخاص بالبوتنشيومتر اوكي انا ببساطه كده لو قدرت اقيس التغير الخاص باللينث بتاعي عن طريق تغير في الريزيستنس يبقى انا نجحت ان انا اربط ما بين الفورس او البريشر اللي انا بعمله وما بين الريزيستنس اوكي طيب هنريكول كده الايكويشن البسيطه اللي احنا كلنا عارفينها هي علاقه الريزيستنس باللينث اوكي علاقة الريزيستنس باللينث هي عبارة عن حاجة اسمها ريزيستيفيتي بنسميها رو اوكي مضروبة في اللينث على الاريا اوكي يبقى انا لو عندي واير كده له ريزيستنس معينة له طول معين ال له ديامتر دي اوكي له اريا او كروس سكشن اريا ايه اوكي وله ريزيستيفيتي رو اوكي طيب انا اثرت عليه بفورس معينة اوكي الفورس او التنشن اللي حصل ده هيعمل لي تغير في البارامتر اللي اسمه لينث هيعمل لي تغير في الديامتر واحتمال ان هو يعمل حاجه في الريزستيفيتي هنشوفها بعدين مش في المحاضره دي اوكي في محاضره كمان شويه كلام جميل طيب يبقى لو جينا ندرس التغير اللي هيحصل في الريزيستنس بتاعتنا از فاريبل هيبقى بيبقى ان الريزيستنس دي معتمده على اكثر من بارامتر فاحنا مش هنقدر نعمل توتال ديفرنشيت للبارامتر احنا هنعمل بارشل ديفرنشيت بين الريزيستنس والريزستيفيتي بين الريزيستنس واللينث وبين الريزيستنس والاريا بتاعتي طيب
خلونا نبص كده ايه هو تفاضل او هو الديفرنشيت بتاع الريزيستنس with respect ل الريزيستيفيتي. ببساطة كده لو انا فضلت الريزيستنس بالتغير اللي هيحصل في الريزيستيفيتي، يعني اعتبرت ان ده كونستنت وبفاضل ال R with respect ل الرو، فهينتج عنها البارت الكونستنت ده اللي هو L على A. اوكي، نفس القصة لو فضلت بالنسبة ل L هعتبر ان الرو على A هي البارت الكونستنت، فهيبقى التفاضل بتاعها بيساوي رو على A. اوكي، التغير الوحيد هيبقى مع الاريا لانها في المقام، فهيبقى عندي الرول المشهورة تفاضل البسط في المقام ناقص تفاضل المقام في البسط بتاعي على المقام سكوير، فهيصبح الاكويجن او الديريفيشن بتاعي بيساوي رو في ال على a سكوير، ده تايمز في دي اي. طيب ده التغير الخاص بالار. اوكي، عاده زي ما شفتوا حضراتكم كده لما بندرس التغير في السترين، اوكي، بنقول دلتا ال على ال علشان نشوف ان التغير ده with respect لللينث الاساسي. يعني انا لو جيت قلت لك ان التغير ده 1 ملم، طيب 1 ملم ده with respect ان اللينث الاساسي كان 1 سنتيمتر، ولا اللينث الاساسي كان 1 متر 1 كيلومتر. اوكي، فمحتاج اقارنه بالقيمه الاساسيه او النورمال فاليو بتاعتي، فعشان كده هقسم على الريزيستنس عندي. اوكي، لو قسمت البارامترز بتاعتي دي على الريزيستنس، هنا بالنسبه لي الريزيستنس بتساوي رو ال على اي، يبقى لو قسمت رو ال على اي على ال على اي، اوكي، هيفضل الرو في المقام، نفس القصة هنا L في المقام ونفس القصة A في المقام، وطبعا كلنا شفنا النيجاتيف دي جت منين لأن التغير هنا في المقام أو إنفرس. أوكي، يبقى أصبح الإكويجن الخاصة بالتغير بتاع الريزيستنس مع الريزيستنس with respect للتغير بتاع الريزيستيفيتي مع الريزيستيفيتي، والتغير بتاع اللينث مع اللينث، والتغير بتاع الأريا مع الأريا. طيب احنا لسه من شويه كنا رابطين عن طريق بواسور ريشيو بين التغير اللي بيحصل في الديامتر والتغير اللي بيحصل في اللينث. يبقى لو جينا قلنا ان ده سلندر له ديامتر معين، اوكي، يبقى الاريا بتاعتي هتساوي باي على 4 او باي على 4، اوكي، باي اوفر 4 في دي سكوير. اوكي، التفاضل بقى بتاع الاريا بتاعتي هيساوي ايه؟ يبقى هيساوي 2 دي، هتنزل ال 2 دي، اوكي، هيساوي 2 دي على دي عندي. اوكي، ده هيؤدي لي الايه؟ ان التغير اللي هيحصل في الاريا بتاعتي هيساوي، او احنا طبعا لسه رابطين الايكويشن دي ان ان التغير بتاع الديامتر with respect للديامتر بيساوي نيجاتيف للبواسور ريشيو في دلتا ال على ال. يبقى انا الايكويشن بتاعتي هشيل دلتا ايه على ايه، اوكي، واحط مكانها 2 دلتا دي على دي، واشيل دلتا دي على دي، واحط مكانها ماينس بواسور ريشيو دلتا ال على ال، فيصبح الايكويجن عندي عباره عن دلتا ار على ار مرتبطه بالتغير اللي بيحصل في الريزستيفيتي والتغير اللي بيحصل في دلتا ال على ال عن طريق واحد اللي هو اوريدي دلتا ال على ال ده، وبعدين عن طريق نيجاتيف نيجاتيف هتبقى بوزيتيف 2 هتنزل زي ما هي في البواسور ريشيو. اوكي، لو لاحظنا بقى في الايكويشن دي عندي 2 بارامترز او عندي 2 كوانتيتيز، واحد فيهم هيعتمد على التغير بتاع الريزستيفيتي وواحد فيهم هيعتمد على التغير بتاع الدايمنشن. احنا النهارده هنتكلم على التغير اللي بيحصل في، يبقى ببساطة هنربط التغير اللي بيحصل في دلتا R على R مع التغير اللي بيحصل في دلتا L على L اللي هو الستريم. اوكي، ده هنربطه عن طريق فاكتور كده هنسميه الجيج فاكتور. اوكي، يبقى الجيج فاكتور، اوكي، ده عبارة عن بارامتر بيوصف لي انك لو غيرت الستريم بتاع الواير بتاعك او الماتيريال بتاعتك هيحصل تغير في الريزيستنس مقابل له قد ايه. اوكي، كلام جميل. طيب
التغير بتاع الجي جي فاكتور ده، اوكي، هيختلف باختلاف الماتيريال زي ما هنتكلم كمان شوية. اوكي، لو هنتكلم على ميتال فالعلاقة زي ما حضراتكم شايفينها كده علاقة لينير، اوكي، وبالتالي هنفترض ان التغير اللي هيحصل في دلتا ار مع التغير اللي بيحصل في السترين او دلتا ال على ال هو تغير لينير. كمان شوية بقى هنشوف ايه اللي هيحصل في حالات زي السيمي كوندكتور، وهنريكول باك الفيجر ده، وافتكروا الفيجر ده كويس، هتلاحظوا كده ان السيمي كوندكتور ماشي بعلاقة نان لينير. طيب ده الشكل البسيط، اوكي، ادوارد سامهونز وراهولنا كده، اوكي، علشان يوصف لنا الشكل الخاص بالسترينج جيج، وهو عبارة عن واير، اوكي، لما هأثر عليه بتنشن معين او كومبريشن معين هيبتدي الريزيستنس بتاعته تتغير، ده اللي احنا بنسميه الريزيستيف سترينج. يبقى لو تخيلنا عمود كده وحطينا عليه سترينج جيج في الجزء الاسفل وحطينا عليه في الجزء الاعلى سترينج جيج واثرنا بفورس، واحد فيهم هيحصل له كومبريشن، واحد فيهم هيحصل له تنشن. طيب الماتيريالز بتاعت السترين جيجز دي، اوكي، بما انه ريزيستيف سترين جيج زي ما قلنا هيبقى له جيج فاكتور اللي هو بيوصف تغير السترين مع الريزيستنس بتاعتي، اوكي، في حاجه بتوصف لك الرو او الريزيستيفيتي بتاعته دي الكي، اوكي. طيب هنلاحظ كده ان الكي از فاكتور، اوكي، بيختلف باختلاف نوع الماتيريال، اوكي. كمان شويه بقى هنلاحظ ان القيم دي صغيره مقارنه مثلا لو رحنا نتكلم على other type للجيج فاكتور. كلام جميل. طيب ايه بقى هم ال other parameters اللي احنا كاتبينهم؟ الماكسيمم temperature اللي هو يقدر يستحملها، اوكي، لكن ايه موضوع بقى الثيرمال coefficient وايه موضوع الاكسبانشن coefficient؟ خلي بالنا بقى ان ده واير، اوكي، الريزيستنس بتاعته هتتغير بتغير الاسترين، لكن مفيش حاجه هتجارنتي ان التمبريتشر كمان مش هتتغير بتغير الفورس اللي هيحصل او بتغير الريزيستنس اللي هيحصل، اوكي، لان احنا لو عملنا ريكول باك كده، لو احنا فاكرين لما جينا اتكلمنا على الثرمستور والار تو دي، قلنا ببساطه ان ده واير، لما هتتغير درجه الحراره بتاعته التمبريتشر هتتغير، اوكي. طيب خلينا ناخد اكزامبل بسيط كده، نقول ان احنا عندنا جيج فاكتور، اوكي، سوري، عندنا سترين جيج لو جيج فاكتور بقيمه 2، ده هيتعرض لاكسيال سترين قيمتها 300، اوكي، وقيمه الريزيستنس وذاوت سترين يعني من غير ما ناثر عليها بسترين كانت 350. احنا عايزين نعرف القيمه او البرسنتج بتاع التغير للريزيستنس بتاعتي. طيب تعالوا نبص كده على السولوشن بتاعنا، اوكي، السترين انا مديهولك هنا ب 300، ناخد بالنا بس من الاشارات او من اليونتس، اسف، اوكي، هنا مايكرومتر بير متر، اوكي، الدلتا ار اوفر ار، اوكي، يعني لو حولت ده المتر على متر، علشان طبعا ده من المفترض ان هو دايمنشنلس يعني، اوكي، وجيت قلت الجيج فاكتور اللي انت مدهاني دي اللي هي كي، اللي هي عبارة عن دلتا ار على ار مقسومة على الاسترين، يبقى الدلتا ار على ار بتساوي الجيج فاكتور مضروب في الاسترين، الاسترين بيساوي 0.3، الجيج فاكتور بيساوي 2، اوكي، يبقى الدلتا ار على ار بتساوي 0.6، اوكي. تمام، يبقى البرسنتج بتاع التغير بتاعنا لو خدنا ده ضربناه في 100، اوكي، هيساوي 0.06%، اوكي، يعني لو حسبنا بقى الدلتا ار نفسها، احنا هنا حسبنا الدلتا ار على ار، لو ضربنا بقى في الانسترينج ريزيستنس بتاعتي اللي هي 350، يطلع التغير اللي حصل هو 0.21. وما ننساش ان 0.21 بالنسبه للتغيرات تعتبر تغير بسيط للريزيستنس، اوكي، عشان كده لما بنبص هنا على الجيج فاكتور بيبقى مهم نعرف قد ايه تغير في الريزيستنس مقابل للتغير اللي هيحصل في السترين.
السيمي كوندكتور سترين جيج ده الاذر تايب، هو سيميلر للريزيستيف سترين جيج، اوكي، لكن البروبرتيز والكونستراكشن بتاعه مختلف شويه. ليه؟ لان هو مكون من ماتيريالز مش ميتالز، هي سيمي كوندكتورز ميتالز، اوكي، سيمي كوندكتور ماتيريالز، ممكن تبقى سيليكون معمول لها دوبنج بي اذر ماتيريال ان تايب بي تايب اند سو اون. طيب الاختلافات الرئيسيه بقى ان التغير اللي هيحصل في الكوندكتيفيتي في السيمي كوندكتور بيبقى اعلى من التغيرات اللي بتحصل في الميتال. ده هترجمه ازاي؟ ان الجيج فاكتورز بتاعه السيمي كوندكتور ماتيريال اعلى من الميتال. يبقى معنى ذلك ان انا هشوف انك لما تغير سترين بنفس المقدار على ميتال وسيمي كوندكتور هتشوف تغير في الريزيستنس اعلى في السيمي كوندكتور. اوكي، طيب الحجم بالنسبه لنا اصغر من الميتال، اوكي، لكن عندنا بارامتر بقى مهم كده، هو بارامتر له علاقه بالتغير مع درجات الحراره. هنكتشف بقى ان العيب بتاع السيمي كوندكتور ان هو مور سنسيتيف للتغير في درجات الحراره عن الميتال. اوكي، زي ما قلنا كده هو هيبقى ممكن عبارة عن سيليكون، اوكي، معمول له انوت او دوبينج بي انذر ماتيريال. الانذر ماتيريال دي ممكن تبقى بي تايب او ان تايب على حسب السيمي كوندكتور اللي انا مستخدمه. اوكي، طيب الفرق الثالث الحقيقة او الفرق الرابع ما بين السيمي كوندكتور والميتال، لو فاكرين الكورف اللي انا عرضته لكم قلت لكم ان الجيج فاكتور في حاله الميتال لينير، لكن في حاله السيمي كوندكتور هو نان لينير. عشان كده لما هنيجي نربط ما بين الدلتا ار والار في الميتال، كان زي ما احنا شايفين كان عباره عن السترين مضروب في الكي او دايركت لينير ريليشن، لكن في حاله السيمي كوندكتور هي علاقه نان لينير. يبقى معنى ذلك هنتظر ان التغير بتاعي ممكن يبقى في السترين سكوير، ممكن السترين كيوب، على حسب بقى الفاكتور بتاعي او على حسب الماتيريال اللي انا مستخدمه. وكمان هنتظر ان التغيرات دي ممكن تبقى تغير بوزيتيف تشينج، ممكن تبقى تغير نيجاتيف تشينج. اوكي، زي ما حضراتنا شايفين كده ان تغير الريزيستنس with respect للاسترين ممكن يبقى كل ما ده بيزيد، اوكي، كل ما الاسترين بيزيد الريزيستنس بتقل، او كل ما الاسترين بيزيد الريزيستنس بتزيد. اوكي، طيب تعالوا بقى نقول باك كده القصه اللي احنا قلناها، ان السيمي كوندكتور هو بيتغير مع او مور سنسيتيف للتغير في درجه الحراره، عشان نعرف منها ايه انواع الايرورز اللي ممكن تظهر في السترين جيج. السترين جيج هو عباره الريزيستيف منه هو عباره عن تغير في الريزيستنس. طيب تعالوا نشوف بقى التغير في الريزيستنس ده هيجي منين. هيجي من ثلاثه فاريبلز. اول حاجه التغير في السترين اللي احنا عايزينه، عشان كده بيسميه الوانتد سترين. اوكي، في تغير تاني بنسميه الـ unwanted strain. يعني ايه؟ يعني انت بتستخدم الماتيريال دي فمع الوقت بيحصل لها aging، اوكي، مع الوقت الـ strain نفسه بيعمل source of error، اوكي، مع التغير اللي بيحصل، اوكي، وبالتالي هيأدي لي لتغير في الـ strain انا مش عايزه. زي example بسيط كده، حضرتك بتقف على الميزان، اوكي، بتنزل من على الميزان بتلاقيه ان هو ما رجعش عند الزيرو. اوكي، ده بالنسبه لك لو ميزان قديم شويه، اوكي، هيبقى بالنسبه لك التغير اللي حصل ده unwanted strain. اوكي، طيب ده ممكن الاشيه ازاي بقى؟ الاولاني احنا عايزينه السترين او الوانتد سترين، ده اللي احنا اصلا عايزين نقيشه. اوكي، لكن اللي احنا عايزين نلاشيه حاجه زي الانوانتد سترين ده، ممكن زي ما حضرتك بتعمل في الميزان بالظبط، انك بتعمل حاجه بنسميها ريكاليبريشن او بيريودك كاليبريشن. يعني ايه؟ كل فتره معينه او كل شويه يعني، اوكي، بتتاكد ان الميزان بتاعك رجع عند الزيرو. اوكي، يعني بالنسبه لك بالنسبه للسترين بتتاكد ان without
انك ما تحط ستريس على على السترينج ايج بتاعك، يعني ما يبقاش فيه سترين، ان السترينج ده قاري القيمة اللي هي بالنسبة لك زيرو فاليو او القيمة without السترين. طيب التغير الاخير هو التغير مع التمبريتشر، وهو تغير ببساطة كده، بما ان ده واير ميتال سيمي كوندكتور هيتغير مع الريزيستنس بتاعته، هتتغير مع التمبريتشر. ريكول بقى كده الفانكشن الماتيريالز اللي هي ليها تمبريتشر كوفيشنت، اوكي؟ فاكرين الاكويجن دي لما جينا اتكلمنا على ال R2D مثلا كاكزامبل، اوكي؟ هو تغير ما بين دلتا تي اللي بتحصل والريزيستنس بتاعتي عن طريق الثيرمال كوفيشنت، اوكي؟ طيب زي ما قلنا كده ان في السيمي كوندكتور القيمة دي مرتفعة شوية، اوكي؟ طيب انا هقدر بقى الاشيها ازاي، او اقدر اتغلب على العيب ده ازاي؟ حاول نفكر كده. واحد من الميثود اللي احنا ممكن نستخدمها هو ان احنا نستخدم another string gauge، اوكي؟ الـ another string gauge ده ببساطة كده احنا ممكن نحطه في bridge. طيب تعالوا كده الأول نتخيل إن إحنا عندنا البريدج، أوكي؟ ويستون بريدج، هنشيل واحد من الريزستور وهنحط ريزستور تانية اللي هي بتاعة السترينجج، أوكي؟ إحنا مشكلتنا إيه هنا؟ أو إحنا عايزين نلاشي إيه هنا؟ عايزين نلاشي التغير، أو عايزين نشيل التغير اللي بيحصل نتيجة التمبريتش، أوكي؟ يعني أنا لو خدت ده قست في درجة الحرارة العادية وقست في درجة الحرارة تحت الصفر، أو قست في درجة الحرارة 60 70، أوكي، يقيس لي نفس القيمة، أوكي. طيب أنا هقيس إزاي؟ فقال لك طيب تعالى كده افترض إنك أنت هتجيب سترينج جيج تاني، أوكي، واحد فيهم هتستخدمه علشان تقيس السترينج بتاعك، واحد بالنسبة لك هيبقى ريفرنس للتغير في درجة الحرارة. بما إن الاتنين دول هيبقوا موجودين في نفس المكان، فلو درجة الحرارة اختلفت، اوكي، عملت لي دلتا ار على السترين ده، هتعمل دلتا ار على السترين ده برضه، اوكي؟ وبما انهم في تو ديفرنت ارم فهيلاشوا بعض، اوكي؟ هيفضل لي ايه؟ هيفضل لي التغير فقط الناتج من الفورس اللي انا اثرت عليه، اوكي؟ مع الوقت بقى ممكن نحط لوك اب تيبل كده يبقى بديل للاذر سترين، بدل ما استخدم تو سترين جيج يبقى عندي هنا القيمة بتقول لي عند درجة حرارة كذا انت عندك ريزيستنس كذا and so on. طيب ناخد اكزامبل كده بسيط يعرف لنا ال كابليكيشن للسترين جيج، اوكي، مع الويستون بريدج، اوكي. ببساطة كده انا عندي بيم اهو، اوكي، البيم ده هأثر عليه بفورس، عندي تو سترين جيج، واحد فيهم هيحصل له زي ما اتفقنا تنشن، واحد فيهم هيحصل له كومبريشن، اوكي. يبقى واحد فيهم هيتغير الار بتاعته من ار ل ار ماينس دلتا ار، واحد فيهم هيتغير من ار ل ار بلس دلتا ار. تعال افترض ان الويستون بريدج الارات بتاعته كلها متساويه، اوكي. يبقى ببساطه كده لو هنحسب الفولتج ما بين البوينت A والبوينت C زي ما اتعلمنا في الويستون بريدج مع بعض، اوكي، هيساوي الفولتج بتاع الباتري، اوكي، مضروب كأني بعمل فولتج ديفايدر على الجزئين وبوحد المقامات ما بينهم، اوكي. هشيل بقى R2 و R4 وكل ده وهحط R، اوكي، ما عدا بقى R1 هحط R ماينس دلتا R، و R4 هحط R بلس دلتا R. هينتج لي عن التغير ده لو عملنا شوية simplification، هينتج لي ان نص الفولتج اللي انت حاطه من الباتري مضروب في دلتا ار على ار. يبقى لو اثرت في فورس هشوف التغير اللي هيحصل في الفولتج بتاعي، اوكي، مرتبط بالتغير اللي هيحصل في الريزيستنس. طيب الـ other types بقى الـ string gauge ممكن يشتغل بيهم غير الـ resistance، تبقى غير الـ metals والـ semiconductor، آسف، إن أشوف الـ resistance بتاعة electrolyte، أوكي؟ يعني يبقى في liquid معين له electrolyte
الليكويد ده اوكي موجود جوه كونتينر، السترين بتاعه هيتغير، عشان كده بنسميه ده ليكويد سترينجج. او نشتغل على جرافيت او كربون اوكي اللي موجود في سبستريت معين اوكي، ده بنسميه بلاستيك سترينجج. طبعا كل واحد من دول له مميزات، زي ان البلاستيك مثلا الجيج فاكتور بتاعه مرتفع اوكي، لكن هتلاقي فيه بقى بعض العيوب زي الاستابيليتي او ميكانيكال استابيليتي، زي الليميتيشن اللي هتحصل انك انت مش كل الحاجات تقدر تستخدم ليكويد سترين بلاستيك سترين على حسب قيمة الاسترس او الرينج بتاع الاسترس اللي انت بتقيسه اوكي. طيب هنشوف بعض الابليكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها السترين جيج، ان احنا نقيس ماسلز او تندنز او ليجامنتس اربطة and so on اوكي، زي اللي بتحصل في مثلا الجراحات الناتجة من او العمليات بعد الاصابات الناتجة من رياضة معينة او اكتيفيتي معينة اوكي، بيستخدموها علشان يقيسوا الاسترس والسترين اللي الماسلز ممكن تتعرض لها، ويبتدي يحط مجموعة من الجرافز زي ما حضراتكم شايفين كده. ده عبارة عن wearable device اوكي، مستخدم مجموعة من السترين سنسورز اوكي، علشان يطلع له مجموعة من الجرافز تشوف ممارسته اثناء الاكتيفيشنز المختلفة، اثناء حركة ايده مثلا، حركة صوابعه and so on اوكي. بتستخدم جيج سنسورز اوكي، هنا طبعا هي نانو ستراكشرز، في حاجات بسيطة احنا ممكن تبقى بالنسبة لنا صغيرة وتبقى ليها قياسات ممكن نستخدمها في الـ different applications. طيب الـ other types من الـ string gauges، واحد منهم هو الـ load cell، والـ load cell من اسمه كده هو عبارة عن transducer، وظيفته إن هو بيحول لك الـ force اللي بتحصل لـ electrical measurements عندك. الـ force دي بقى ممكن تحصل على hydraulic load cell، pneumatic لوت سيل اوكي، ممكن تحصل على سترين جيج لوت سيل. تعالوا نبص كده على السترين جيج لوت سيل، بما اننا اتكلمنا على السترين جيج انا بحط فور تايبس من السترين جيج اوكي، ببتدي اثر بلود معين اوكي، بيبتدي يحصل كومبريشن وتنشن على حسب اللوكيشنز بتاعت كل واحد، وبحول القيمه دي لقيمه فولتج، يبقى انا ترجمت الفورس بتاعي لقيمه فولتج عندي. ده اكزامبل السباكس بتاعت اللوت سيل. هنلاحظ طبعا ان هو بيقول لك ان هو ممكن يقيس من قيمه كذا لكذا، يعني الرينج بتاع اللود بتاعي، الرينج اللي هو بيبقى فيه لينير، الاوتبوت، الريزولوشن، الانفايرمنتال كونديشن اللي هو ممكن يشتغل فيها and so on. ده examples بعض المانيفاكتشرز، ممكن استأذنكم كده تبقوا عندكم وقت تخشوا تبصوا على different types عشان تشوفوا أشكال مختلفة للstring gauges والload cells. طيب آخر type هنتكلم عنه هو التكتايل sensor اوكي. التكتايل كده من اسمه جاية من كلمة touch اوكي. طيب التكتايل ده او التاتش اللي هيحصل ده اشهر اكزامبل ليه السويتش البسيط، المفتاح البسيط، مفتاح النور بقى، المفتاح اللي حضرتك بتستخدمه مع البريد بورد. السويتش البسيط ده اكزامبل ان هو بيقيس الفورس، بس طبعا المفتاح بتاع الكهرباء ده بالنسبه لك اون واوف اوكي. طيب في بقى اذر سنسورز بتعتمد على الفورس اللي حاصل اوكي، وتبتدي تربطها ب تغير بيحصل في الريزيستنس، عشان كده هما بيغلفوها او بيحطوا الممبرين ده في رابر كده، ويبتدي يشوف التغير اللي بيحصل في الفورس with respect للريزيستنس اوكي. بنسمي الخاصية دي بايزو ريزيستيف سنسور، يعني احنا هنا هنعتمد على ان التغير اللي هيحصل في الفورس هيعمل لي تغير في الريزيستنس عن طريق البريشر اوكي، عشان كده جت كلمه بايزو اوكي مع كلمه ريزيستنس اوكي. طيب خلينا نبص بقى في الفورس سنسيتيف ريزيستور او الاف اس ار اختصارا، يعني اللي هو معتمد على البايزو ريزيستيف افكت
اوكي، ده هيديتكت الفيزيكال بريشر اللي هيحصل عليه نتيجة بقى الويت، نتيجة الضغطة بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده. اوكي، ده هيكاركترايزد بحاجتين، بالجيج فاكتور، اوكي، الجي او الكي اللي احنا سبق واتكلمنا عنها، بس احنا هنا مش هنتكلم على ميتال بس. اوكي، والحاجة التانية هي التغير اللي ممكن يحصل مع التمبريتشر عندنا. طيب الريزيستنس بتاعة ال FSR دي عادة بتبقى نون لينير فانكشن مع الفورس. اوكي، يعني انا هأثر بفورس معينة، الريزيستنس بتاعتي هتمشي بشكل، او التغير بتاعي هيبقى ماشي بشكل نون لينير ريليشن. عشان كده احنا حطينا جي في الايكويجن اللي فاتت، ممكن تبقى ماشية بشكل نون لينير ريليشن. طيب الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عادة بيبقى ماشي بالنيجاتيف كوفيشنت، يعني كل ما الفورس اللي انا بأثر بيها هتزيد، اوكي، كل ما الريزيستنس بتاعتي هتقل. طيب لو انا مش حاطط اي فورس، فبالنسبة لي الريزيستنس بتاعتي عالية قوي، اوكي، او انفاينايت ريزيستور زي ما حضراتكم شايفين كده، الجزء ده الريزيستنس عالية جدا. اوكي، ده معناها ايه؟ ده معناها ان هي لو انا حطيتها في سيركت، يعني ده معناها اوبن سيركت، وكل ما انا هاثر دي فورس او بريشر معين، اوكي، هيبتدي الريزيستنس بتاعتي تقل. الميزه الاساسيه في الاف اس ار ان هو له دايناميك رينج مرتفع. يعني ايه دايناميك رينج؟ يعني الرينج اللي يقدر يوبريت فيه السنسور بتاعي او الترانسديوسر بتاعي. اوكي، ده انا بوري لك بس اكزامبل بسيط كده ازاي ممكن تقيس الاف اس ار بتاعتك. اوكي، فببساطه كده مع الضغطه اللي انا هعملها على السنسور بتاعي هيزيد الريزيستنس، سوري، هتقل الريزيستنس بتاعتي، وممكن نستخدم الباتري بتاعه الافوميتر كميثود للقياس. عندنا ديفرنت ابلكيشن للاف اس ار. اوكي، في ابلكيشن زي اللي حضراتكم شايفينها دي، اللي هي يعمل ديتكشن اذا كان حد قاعد جنب الدرايفر او قاعد جنب السواق في بعض العربيات الحديثه، اوكي، علشان يديتكت اذا كان رابط الحزام او مش رابط الحزام، فلازم يتاكد ان فيه اصلا شخص قاعد جنب السائق، اوكي، عن طريق ان هو هيحط له اف اس ار، اوكي، موجوده على الكرسي. بمجرد ما الشخص ده هيقعد هيأثر بفورس عليها، هتغير الريزيستنس بتاعه، يديتكت ان في شخص قاعد. بعد كده بقى ممكن يدي الاوردر اللي بعده ان هو يجي يقول لحضرتك ان الشخص ده رابط الحزام او مش رابط الحزام. واحد تاني من الابليكيشنز ليها علاقه بالروبوتك ارمز، اوكي، ان سواء بتستخدم في العمليات او في المصانع في الجانب الاندستري اند سو اون، اوكي، ان ازاي بيقدر يعمل كراسب او يقدر يلتقط حاجه معينه، اوكي، ومن غير ما يعمل فورس زيادة عليها. تخيل ده لو بيلتقط مثلا كوباية أو glass of water مثلا، لو بدأ يأثر عليها بفورس جامدة، أوكي، الفورس دي هتبتدي تكسر الكوباية، فهو محتاج يأثر عليها بفورس معينة، فلازم ياخد فيدباك من الحاجة اللي هو بيمسكها. نفس القصة بقى اللي بيستخدموها الرياضيين علشان يحسب الـ actual crab forces اللي هو هتلتقط بقى من كرات زي الحاجات اللي موجودة في البيس بولز، اوكي، او الحاجات اللي بتستخدم في التنس، علشان يبتدي يديتكت كده اذا كان الشخص ده بيستقبل الكرة بشكل مظبوط ولا عنده مشكلة في استقبال، علشان ما تأثرش على الماسلز بتاعته والتندنس بتاعته. احنا كده النهارده قدرنا نربط ما بين القياس البريشر والفورس. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المحاضره، اوكي، ولو حد هيبقى عنده اي اسئله يا ريت يرسل لي على الايميل، اوكي، وان شاء الله اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.